أنا من سكان البادية وأقوم بالصلاة بالناس في رمضان لعدم وجود من يحفظ القرآن، وأثناء صلاة الوتر لا أعرف دعاء القنوت لعدم حفظي له، ولا أقوم بالدعاء، فهل تكون الصلاة صحيحة بدون دعاء القنوت أم علي شيء في هذا؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة صحيحة إن شاء الله، ولك الأجر في ذلك حيث قمت بهذا العمل الجليل، وهو أنك تأم جماعتك في صلاة التراويح، فنرجو لك الأجر الجزيل في ذلك. وأما دعاء القنوت فإنه ليس بواجب، وصلاتك صحيحة والحمد لله، ولكن لا يتعين دعاء يحتاج إلى حفظ، بل عليك أن تدعو بما تيسر، وما يحضرك من أنواع الأدعية، ولا يتعين دعاء معين يحتاج إلى حفظ. نعم.